تظاهرة نظمها موظفو العقود للمطالبة بإعادة تعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، كونهم قدموا خدمات للدولة لأكثر من 5 سنوات، فضلا عن مطالبتهم بإعادة العمل بنظام البترودولار لضمان حقوقهم. يعني حقنا وين راح؟ هاي 5 سنوات خدمنا الدولة كركوك، هسا نريد حقنا. من اكو تعيين، يعني يجي تعيين يروح تعيين، اللي عنده واسطه يتعين، اللي ما عنده واسطه يبقى بالبيت. يعني احنا ليش مو بالاولويه بالتعيين؟ بترودولار مصدر خير لكل الناس، ليش ماكو هسه؟ ليش ما يعينوهم؟ بس جايين بس ياكلون بكركوك بس فلوس، بس حرام يشيل كهل الكركوك، حرام عليهم. 5000 شخص تم تعيينهم وفق نظام البترودولار في الدوائر الحكومية، ثم تم إيقافهم عن العمل ورصد مبالغ البترودولار لبند المشاريع، الأمر الذي رفضه المتظاهرون الذين يرون أن إيقافهم عن العمل هو سرقة لجهودهم ومستقبلهم. احنا عقود بترودولار من 2011 داومنا، تقريبا كل واحد عندنا خدمه 3 سنوات 4 سنوات، وراها طلعونا قعدونا بالبيت، قالوا انتظروا. صار لنا 4 سنوات النوب قاعدين بالبيت، كل ما نسوي مقابله ويا سيد المحافظ يقول ها والله فلوس ما عندي، من فلوس بغداد من اديتك فلوس، والله انا قاعد اسوي مشاريع. انا شو اسوي بالمشاريع اذا شعبه قاعد بالبيت وما اكو شغل، ما اكو راتب، ما اكو تعيينات؟ احنا سبب خروجنا، احنا سوينا عقود من 2011، وقفوا عقودنا 2015، طلعنا نريد حقنا، نريد حقوقنا من بترودولار، لان بترودولار هي مستمره تاخذها المحافظه نتيجه اعمار او فتشي. احنا نريد حقوقنا، يعني احنا من 2015 لحد الان قاعدين هيجي. تؤخذ الحقوق ولا تعطى، لذلك تطالب هذه الشريحة بإعادتهم إلى التعيين بعد أن خدموا 5 سنوات في الدوائر الحكومية تحت مسمى نظام البترودولار. من كركوك سعدون السلطان، قناة التغيير.